السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عايزين نضيف حركة للأشخاص الموجودين. طبعا في بعض الناس أصلا واقفين همت، فدول ما لهمش حركة، تمام؟ يعني هيبقى شكله غريب لو هو رجليه الاتنين ثابتين وفي بيتحرك. لا ده مثلا ممكن نحركه، ده ممكن نحركه. فخليني أدخل هنا على الموفي وأقول له إن أنا عايز أعمل ريكورد، وأبدأ مثلا ناخد الكاميرا بالشكل دوت. ممكن تاخد لقطة، ممكن تاخد لقطة كمان، تمام؟ وممكن تحرك الكاميرا وتدوس الزر الايمن وتبدا تحرك الكاميرا زي ما انت عايز، بحيث تبقى فيه نقله للكاميرا. طيب انا هقول له اوكي، وبعد كده هاجي هنا في اد افكت واقول له ان انا عايز اضيف موف، واقول له اديت، وابدا اشوف مين الناس اللي انا عايز احركهم. يعني مثلا الشخص ده ممكن احركه مثلا من هنا بحيث ان هو ما يصطدمش مع حد مثلا، والشخص دوت ممكن احركه مثلا من هنا. هو اوتوماتيك مهما اديته الحركه هيبدا يظبط الاتجاه بتاعه بحيث ان هو يبقى ماشي بشكل منطقي، مش ماشي بالورب ولا اي حاجه خالص. هتقول له اوكي وتبدا تقول له شغل، فتبدا الحركه من الاثنين هم يبداوا يتحركوا ويروحوا المكان اللي هم عايزينه.